السلام عليكم ورحمة الله. اليوم يا إخوان بدنا نفرجيكم كيف نعثر على بيض عصا الأشجار الأسترالية، وهي من أغرب 10 كائنات بالعالم. فرجيناكم إياها الفيديو هذاك، فرجيكم البيض تبعها. طبعا القفص تبعها لازم يكون هيك، ورق الكينيا بتتغذى عليها، في عروق الورق ينحط ماء وينبنى قفص زي هذا مسكر لأنها بتهرب بعدين. فأنا بدي أفرجيكم اليوم البيض والبراز تبعها. حرك الكشاف لهي جاهز. طبعا احنا حطينا تحت شبك علشان هاي، هنا الاسود هذا براز شايفينه، ادو عليك. هاي الاسود هذا براز، بدي اشوف عشان نرفع الشبك. وهاي هنا البيض، شايفين كيف بيجي البيض؟ هاي بيضة شايفها، مش مبينة منيح، بوضحها بطلعها بايدي. هاي بيضة، هاي البيضة. البيضة بتكون بش هاي مبينة هيك مش واضحة. هاي البيضة زي حبة العدس، هاي زي حبة العدس، وضح. طيب هذا البراز هي كمان مرة زي ما انتم شايفين، هاي الأسود هذا البراز تبعه. بعدين مندور تبدا جري يتخضر. المهم طبعا هي نفسها صعب مرات نوصل عليها، تكون بين الشجر. لما الشجر صارت لها ورق اخضر اصفر زي هاي، هاي واحدة منهم شايفينها. شوفوا كيف التمويه تبعها، التمويه تبعها قوي جدا. هاي هي هذا التمويه تبعها، شوف كيف تاكل قاعدة بالوراق. هاي بتاكل من هين، هاي بتاكل في الوراق. طبعا هذا الورق حتى بيحكوا انه الا اذا بتغليه له فوائد كثير للانسان، ورق الكينيا، والله اعلم. شوف كيف بتاكل، شايفين؟ وضح. المهم ها هو البيض والبراز وطريقة عمل القفص. وأنا عم بفكر في عنا شجر كينيا وراه في الأرض تبعتنا. طبعا أنا بصراحة عم بفكر إني أطلق سراحهم على شجرة الكينيا عنا، بس بدي أتأكد، إحنا بفصل الصيف، بدي أتأكد قبل لا أطلق سراحهم إنه ممكن يتأقلموا أو لا. وطبعا مثل ما قلت لكم هذول التنتين أنافي هم بلقحوا نفسهم من نفسهم، ما بلزم ذكر. شوف اذا بزبط ولا لا، هي بترمي البيض في الارض يمكن يفكس لحاله، لكن هذا باخذ اشهر موضوع البيض.